في العاصمة الاقتصادية افتتح الجسر المعلق المسمى جسر الشهيد محمد باقر الصدر الذي يربط قضاء شط العرب بمركز محافظة البصرة، ويبلغ ارتفاع الجسر 35 مترا وسيسهم في حل الاختناقات المرورية بين قضاء شط العرب ومركز المحافظة. وسط حضور حكومي من مختلف الشخصيات السياسية والاقتصادية، افتتح محافظ البصرة الجسر المعلق الجديد جسر الشهيد محمد باقر الصدر الذي نفذ من قبل شركة ميك الإيطالية صرح عملاق سيضاف إلى معالم مدينة البصرة. ربط منفذ الشلامجة الحدودي ونقل البضائع من الجمهورية الإسلامية إلى البصرة وإلى العراق بصورة عامة، فمشروع رائع وشركة متكاملة وإنجاز متكامل. يعتبر من الصروح المهمة والمجسرات المهمة في محافظة البصرة، والذي يساهم مساهمة فعالة لفك الاختناقات المرورية وتسهيل عملية سير المركبات. 86 مليار دينار الكلفة الإجمالية للمجسر، حيث سيعمل على حل الاختناقات المرورية، سيما يحتوي على معبر ملاحي سيسهل حركة مرور السفن إلى ميناء المعقل. كان 86 مليار دينار عراقي، ما يقارب 74 مليون دولار أمريكي، والجسر هو ثالث جسر في منطقة الشرق الأوسط على اعتبار أنه طوله 1480 متر بعرض 22 متر، 6-7 متر لكل سايد ومتر ونص لكل عبور السابلة. الجسر بارتفاع 35 فوق مستوى سطح الماء وبمعبر ملاحي بعرض 150 متر، وبالتالي يسمح بانسيابية دخول البواخر من تحت الجسر. إنه جسر والحمد لله ما راح يعيق الملاحة البحرية أو النهرية في مياه شط العرب لكون ارتفاعه 35 متر إضافة إلى أعماق مال شط العرب. يعتبر المجسر الجديد من أكبر الجسور في العراق، على عكس المجسرات التي أهملت ولم تكتمل من قبل الجهات المعنية. المجسر الجديد سيساهم بشكل كبير لحل الاختناقات المرورية الحاصلة في المحافظة، سيما سيعمل على ربط مركز المدينة بقضاء شط العرب مرورا بمنفذ الشلامجة الحدودي. علي عدنان، قناة رشيد فضائية.